السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مصحى الجمعة. سوف نتكلم إن شاء الله عن نبات جميل من نباتات الزينة أو الأخشاب أو الأشجار. قدام حضراتكم بذرة الخيار الشمبر التي أصل الأكاسيا الإندوزا. اتكلمنا قبل كده عن تطعيم الخيار الشمبر ليصبح أكاسيا إندوزا. يتميز الخيار بأزهاره الجميلة الصفراء قدام حضراتكم. يتم زراعة الخيار في فصل الصيف فقط. الخيار سريع النمو. مدة الانتاج، ادي حوض، بعمل حوض زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. ثم بعد ذلك بتم زراعة كل كيس بذرة زي ما حضراتكم شايفين. ثم بعد ذلك بغطي البذرة بشوية رطش كده. ثم بعد ذلك بسقي الحوض بالمياه. الأهم من زراعة الخيار كيفية زراعة الخيار. لازم قدام حضراتكم هتلاقي بالقصافة بقص بوز البذرة زي ما حضراتكم شايفين. ليه انا بقص البذرة من قدام؟ بحيث يخرج الجنين بسرعة تحت النفق لمدة 10 ايام او 15 يوم. ادي بذرة الخيار الشمبر. لو عجبك الفيديو لايك وشير، لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من قناة مصعب الجمعة. وان شاء الله في اخر الفيديو هترك لكم صورة وازهار الخيار الشمبر ثم ثغرة الاكاسيا الاندوزا التي اتكلمنا عليها قبل كده، تطعيم الخيار وتحويله الى اكاسيا اندوزا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.